بتحب تتفرج على فيديوهات؟ اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. جاب تمن البامبرز ده يعني بصي قضيت الحمد لله اتعشت يعني. فلما جالك طرف تالت لقيت بقى لا بجد لا طرف تالت بقى لا ده كان موضوع بقى وهحترم نفسي اختار ابتدي اختار اشوف انا بعمل ايه. عملنا مسلسل محترم جدا اسمه طرف تالت اخراج محمد كان ايه ميمي الرايق كان ميمي الرايق ميمي الرايق ايوه ده بصي شخصيه انا بحبها جدا واللي كان مسمي ميمي محمود عبد المغني قال لي عارف هذا امير انت اسمك ايه في المسلسل ده قال لي ميمي قلت له ميمي قلت له يا عم تتلم بقى ميمي ايه وبتاع قال لي اسمع الكلام قلت له يا عم ميمي مين قال لي والله اسمع الكلام انا ليا واحد صاحبي الواد ده حمله وبلطجي بص ومبهدل الدنيا واسمه ميمي قلت له ميمي قال لي اقسم بالله تشوف بعد كده عامل ازاي لدرجه ان الناس بعد كده ابتدت تكتب على الفيسبوك قال لك امير كراره غير مفهوم الميمي عند الناس ما بقتش مصدق كل ما بيقولوا لي ميمي شكله غريب وساعتها طولت حتى شعري ما كانش شعري انا شعري كان قصير بس انا كنت مركب بقى شعر ساعتها قلت اغير الشكل تماما ابتديت بقى افكر بقى اخترع بقى يعني واجتهد واذاكر فركبت ايه الشعر ده كله كان نازل لسه ساعتها الرنجات كل خصله بتتركب برنجاه حديد في خصله من شعري لحد ما كنت هقرعها مركب 450 خصله في شعري كلهم لا والله والله العظيم وكنت لسه بقى كمان ايه بقفل روبي بقيت اصور في طرف ثالث ارجع افك ال 450 بتاع عشان اصور من غير شعر وارجع اركب تاني شعري اتنحل بقى ساعتها يا ده انا لو في بنسة اصل الناس فاكره ان انا بلبس باروكه من اول البرنامج ده وتقول انه عايز اعمل لهم كده واعمل لهم كده لو بنسة ماسكه هنا كده انا عندي بقى 450 حديده في دماغي يا خرابي كنت عايز اقول لك بنام زي الحصنه يا عيني يعني انام على وشي بقى كده في الوش في المخده الحديد ده ما يجيش في دماغي فاهم اتبهدلت الستات هيفهموا اللي انت بتقوله ده جدا هم اللي حاسين بس وبعد طرف ثالث الحمد لله ربنا كرم عملنا شغل حلو قوي والناس حبت ميمي الرايق بطريقه الحمد لله يعني طب اديني بقى مشهد لميمي الرايق كده نمسي عليه نحبه ميمي الرايق اكتر مشهد بحبه كان مع حبيبتي بقى دينا الشربيني ده من احلى المشاهد زائد طبعا مشاهد انا ومغني ومشاهد انا وعمرو طبعا كانت ملاحم يعني بس كنت بحب مثلا المشهد اللي كنا يعني ربنا يديله الصحه عمرو يوسف كنا بندفن المفروض يعني دور عمرو في الشخصيه اللي في المسلسل انا ومحمود عبد المغني وشايلين النعش وداخلين اللي هي قفله قفله المسلسل ده طبعا قلب ده انا اتبهدلت ده فظيع المشهد اللي انا ودينا الشربيني اللي كانت بتلبس فستان الفرح وانا قلتها الواد لسه ميت وانت عامله هيصه وزفه سماح طب على الحرام من ديني ما في فرح ولا مش عارف ايه وبتاع ده كان حته مشهد تحفه وشفت قدامي ممثله انا ما شفتش كده في حياتي عليها عينين انا فعلا بستمتع وانا شغال مع دينا الشربيني فظيعه كانت عامله سماح اللي هو موحه
بس عملت حاجه جامده. بس كان عندها مشكله بقى كبيره قوي. لما كانت عامله بلدي دينا الشربيني على فكره فرفوره جدا ومن ارض الجولف عندي هنا. ايوه من ارض الجولف وبنت ناس جدا ولطيفه. بقى عندها مشكله مع الناس مثلا انه بيوقفوها في الشارع يقولوا انت مش عارف ايه انا بمثل وبتاع. طب شفتي البنت اللي طالعه في الطرف ثالث ولا المواطن اكس؟ طالعه في مواطن اكس. طالعه السكرتيره بتاعت محمود عبد المغني على المكتب محجبه. ايوه طالعه كده وكان مسمرينها مطلعينها معفنه وبتاع كده فاهمه. بس كانت عسل دمها خفيف فاهمه. فبيجي لها عقده ما حدش كان عارفها. لانه دينا الشربيني معروفه ام شعر كيرلي البت الروشه اللطيفه طالعه بشكل ثاني خالص. وده اللي خلاها فعلا تعمل نقله حلوه لنفسها كممثله ان هي عملت عكس ما هي تمام 180 درجه. هي ممثله عظيمه فظيعه. انا والله لما كانت عندي هنا كنت بقول للناس يعني انا في حضره الممثله ودي حاجه بالنسبه لي كبيره يعني. مع اي ان شاء الله يكون واحد قد كده بس الممثل. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهر طول عمرنا ولا ايه؟ يا ريم يوسف انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصه وزفه. في ايه؟ طب عليا الطلاق يا سامح ما في فرح. اخر حاجه اقولها لك. تحت الارض؟ تحت الارض. احكي لي. دخلنا بعد كده تحت الارض. دي يعتبر ان كانت تبقى مثلا اول بطوله ليا في الـ في الـ في, الـ في الدراما يعني. سولو بقى. بس برضو كان معانا ناس كتير وممثلين مهمين جدا بصراحه. دي كانت نقله برضو بالنسبه لي كويسه مسلسل تحت الارض ده وتشاف. بس كمان اتشاف بعد رمضان اكتر بكتير يعني. اتشاف بعديها بسنه لقيت الناس بتتفرج عليه بعد رمضان اكتر بكتير. ليه بقى؟ عشان نور الممثله الهنديه بتاعه دي كان التركيه. كان معانا نور التركيه. سونجول اودين اسمها ايه؟ سونجول. هي اكيد ما بتتقالش بالقرف اللي انا بقوله ده يعني. اكيد اسمها انا عم من كده بكتير يعني. مش سونجول اكيد، بس هو كان اسمها سونجول اودون يعني حاجه كده. سونجول اودون حاجه كده. فطبعا بس هي طبعا فظيعه. المفروض انا بتكلم بس. طبعا المفروض انا بكلمها تركي. ده انت المفروض انا اتكلمت تركي في المسلسل. لو انا مش فاكره. بس على الله طبعا حط لي ورقه كده في ظهرها. ورقه كبيره اللي هو الابيض الكبير ده، وكاتبين لي بالفلوماستر بقى. وكاتبين بقى اللي هو التركي عربي يعني. بتقرا بالعربي. يعني طبعًا. لو في جمله مثلا كنت افتكرها مكتوب مثلا ايه، بنا اولاشمك مثلا، بنا اولاشمك تشين سينيكولاندلر حاجه كده. دي جمله مثلا. لا ثانيه بنا اولاشمك تشين سينيكولاندلر. يعني انا طبعا مش عارف، بس هم كانوا بيكتبوها لي وانا بقولها زمان. بتعبر بالمعنى. طيب بعبر وبحس ان انا بمثل شاب. انا ولا اشمك تشيس سيليكولاندر وانا مش عارف انا بقول ايه اصلا. هي ممكن تبقى كوميدي وانا مدي احساس غلط فاهمه. بس هم كانوا بيحطوا لنا حد بيفهم في تركي عشان يقول لي. لا 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 لا. فكانوا جايبين واحده تركيه بتفهم مصري وبتاع. فانا قالت لي انت بتقول لك كشر كشر. لا هو بتقول لي انت بتكشر ليه؟ ده انت بتقول لها حاجه حلوه. قلت لها فعلا. طب تمام عيديها بقى نقولها بطريقه لطيفه. انا مش عارف. وبعدين هي بترد عليا بالتركي. فانا مش عارف ايه المردات. بس انا بتكلم امتى؟ لما تسكت. انت فاهم قصدي يعني. يعني تخيلي هي مثلا بتنسى الحوار فانا مش عارف ايه الكيو بتاعي، فافضل قاعد مركز مع بقها كده مستني تخلص امتى. في الاخر بقى لقيت ايه، البنت واقفه لي ورقه. اول ما اديت خلص تعملي ازاي؟ اي قول بقى. قول يعني. جوليج الانبر اللي بتقوله ده. فطبعا اتعذبت. لا تجربه فظيعه طبعا. بس كانت تجربه حلوه طبعا. نجحت بعدها بسنه. بعدها بسنه بس في ساعتها. لا في رمضان برضو عملت شغل كويس. بس المسلسل بعديها اتشاف اكتر كمان يعني. بصراحه يعني. ده بعديه sen hep polis sesiz misin seni dinliyorum utanmaya çalışıyorum Mehdi'yi dinliyorum Mehdi sinirli hiç konuşmaz mı hiç haklı sen de mi böyle düşünüyorsun Seni seyretmek yeter. Neden sanatçı olduğun çok belli. Sen çok güzelsin. Merci. بعديه بقى نخش بقى للبوب بقى الكبير بقى. أيوة حواري بخارست. ايوه يا عم صراحه كان محمد بكير برضو. احنا كنا بنعمل شغل حلو مع بعض بصراحه. ايوه وكان معانا بقى الممثلين برضو لطاف جدا. معانا دينا. دينا ودنيا عبد العزيز وساره سلامه واحمد حاتم واحمد صيام. واحمد صيام ده طبعا ده حبيب قلبي يعني. انا ما فيش مسلسل في حياتي اشتغلته
ما فيهوش احمد صيام. راجل جميل، راجل جميل وبيفهم وبحب اخد رايه، وبيعمل ادوار متنوعه في كل مره شخصيه غير الثانيه تماما. جينا من بعد مسرح. ايه مسرح؟ لا هو راجل جامد يعني. جينا بعد بقى حواري بخارست عملنا الطب. طب انت مش هتوقفني في مرحله بحر بخارست مثلا؟ اعلى مشهد ليك الشعر اللي مش عارف ايه. ما هو ما دي بس دي بقى من الغلطات اللي انا لو رجع بيا الزمن تاني مش هعملها. موضوع اللي الشعر اللي بتكرر كده الشعر كتير يعني ده برضو ابتدت الناس تقفل. بس لا كان في شباب عاجبه كده. الله ما المرتزق تغير. ما انت مش كل مسلسل بقى تعمل لنا شعر خلاص بقى يعني. بس من المشاهد مثلا اللي بحبها المشهد بتاع الحاره بتاع الخناقه دي. لما رجعت من السفر ولقيت اخويا الصغير احمد حاتم مضروب وطالع عينه متبهدل في الحاره، فطلع لي البيت بدمه. فنزل سحب السنجه وراح نازل في وسط الحاره مكسر الدنيا. في ناس بتشوفها بشكل وناس بتشوفها بشكل تاني. في ناس بتشوفها ان هو ايه يا عم البلطجه واللي 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 وبتاع. بس عايز اقول لك على حاجه، هو لو هنبص في الجانب الحقيقي ولو حد شاف اخوه كده هينزل يكسر الدنيا كلها. ففي ناس بتشوفها بطريقه برضو مختلفه. الاخوات مثلا اخواته البنات. عندنا كان مشكله في البنات، في المشكله في المسلسل ده برضو ان كان كل البنات عندهم مشاكل. حتى في الاخر قال لك يا عم في ايه، وايه العيله الشمال دي كل البنات يا كل اخواته شمال ولا في ايه؟ تمام. فكان في طبعا اكيد غلطات في الحاجات، بس هي برضه لو تبص من ناحيه ثانيه وكان في فعلا نماذج حقيقيه بالمنظر ده. طيب عايز افهم بقى الشعر وخلصنا منه. انت دلوقتي اسست الشنب حضرتك، رجعته موضه. ايه المشكله؟ انا ما ربيتش الشنب، الناس فاهمه غلط. انا حلقت الدقن بس، انت فاهم يعني. انا كنت طول عمري بشنب ودقن. فلما جينا عملنا ظابط فانا قلت اخلي الشنب اللي انا حافظ. طيب ظابط يعني شنب. طيب انت فاهم. فالحمد لله حتى دلوقتي بقينا نتري انا وبيتر ميمي. يقول لك الجزء الثاني هنعمل، قال لك ولا حاجه، هو الشنب وجاكيته الجلد نجحنا بس خلاص. الناس بقت عارفه ان سمير انصاري شنب وجاكيته جلد. لسه في اعلان حاجه كده بتوع اتصالات تليفونات كانوا بيتريقوا على موضوع شنب سليم الانصاري برضو والحاجات دي. بس الحمد لله يعني. طب عايز اسالك سؤال. ايه علاقتك مع او حكايتك مع البلاي ستيشن؟ بص انا كنت مدمن بلاي ستيشن. كنت بطلت بصراحه. ليش؟ لانه خد من وقتي بقى وخد من حياتي. كنا بنلعب كده عند واحد صاحبنا كان فاتح سايبر كده، كان تحت الارض كده قاعدين فيه بنبات بالثلاث اربع ايام قاعدين بنلعب بلاي ستيشن ما بنعملش حاجه غيرها. لحد ما لقينا خلاص بقى يعني. بعدين مراتي كمان يعني عشان كنت طبعا وجت خلاص دره يعني دره واضحه. وكنا كل يوم اصحابنا بقى في البيت بعد ما اتجوزنا وقاعدين وبلاي ستيشن وبتاع. فطبعا طب مين اشهر اصحاب فيهم المجانين البلاي ستيشن صحابك؟ احمد صلاح حسني. ده اخو مراتك. هي ملونه زيه كده وزيك؟ لا يعني ميكس يعني خلفين عيال الوان تكنيكولر ميكس بينا كده. طيب وكنا بنلعب معانا حسام حبيب برضو المطرب. كنا على طول بقى طول الوقت بلاي ستيشن ده. لحد ما عملوا دوره قبل كده بتاعت بلاي ستيشن كان عاملها طارق الشوره. كان عاملها. رحنا عملناها، رحت لعبت موسمين وخدت البطولتين ورا بعض. يا سلام. والله العظيم فن اتس يعني جميل. حاجه لذيذه. بس دلوقتي مفيش بقى وقت خلاص. يعني الواحد بيخش يشتغل بيتفرم خلاص. والله تصدق انها عامله زي الفيشه الارضي بتسرب الشحنه يعني بتفك. ما تفكريش في حاجه. انت قاعده عامله كده جزه في الدراع وكان مفيش حاجه قدامي غير انت عايز تكسبي الماتش ده. ما هو في الاخر مفيش حاجه يعني. نقعد سبع ساعات نلعب وتحس ان انت هتاخدي حاجه وانت مروحه ومفيش حاجه. طب ليه عاملين في نفسكم كده؟ طب عايز اسالك سؤال. امتى في اني حته في اني فيز يعني اللي
البرامج بقى اللي هي مش عارف ايه مع النجمات ومش عارف ايه برضو ده ستايل كده عملته انت الحريم اسرار وبتاع ايوه كل واحده تذاكرها وانت عارف طبعا صحابك ومذاكرهم كل حاجه لكن بتلعب صح لعبت البرنامج ده صح جدا انه كل واحده بتقعد بتكلمها من مفاتيحها من شخصيتها عايزه الحق بصي ايه ده كفته اللي انا قلته ما فيش كلام ده اي ايه ده بلالص ولا حاجه ده انت ممكن تعملي كده لان انت ست محترفه تمام لكن انا على الله احنا لما جينا نعمل انا عمال اقول له فتاتيح لا ولا فيش كلام ده لا انا لما جينا نعمل برنامج ده فكلمتني كلمتني المنتجه سالي والي طيب قالت لي بقول لك ايه يا كرارة قناه كذا عايزه برنامج عندك برنامج قلت لها عندي برنامج هيكسر الدنيا ما انا جالي احلى بنات جالي شغل سبوبه قلت لها عندي مش عايز ضيع بقى الليله عندي برنامج هيكسر الدنيا قالت لي اسمه ايه وبتاع قلت لها اسمه حريم ابو سليم تمام البرنامج ده كان اسمه الاول حريم جاهز بالاسم يعني مستني اي حد يكلمك ما انا ما عنديش غير الاسم ولكن فكر البرنامج هو ما فيش حاجه بس هو عجبني الاسم كان اسمه حريم ابو سليم قلت لها عندي برنامج يا سالي هيكسر الدنيا قالت لي فعلا قالت لي ايه قلت لها انا اقول لك عشان تروح تعمليه فنمضي بعدين ايه نتصرف يا قروب رحنا مضينا البرنامج وراحت باعته والدنيا حلوه بتاعت لي هنعمل ايه قلت لها بقول لك تلاقيش قلت لها هاتي محمد بكير مخرج مهدي يوسف مدير تصوير حمدي عبد الرحمن مهندس ديكور واعداد مصطفى حمدي تمام وقعدنا وعملوا الديكور قالوا لي احنا هنعمل قلت له بص انا عايز بقى ديكور مولان روج ايوه يا نهار اسود بعدين قلت له اسمع بس الكلام هنعمل حاجه بص هتكسر الدنيا لحد ما رحنا يوم التصوير الصبح اقسم لك بالله ما في بني ادم عارف احنا هنعمل ايه ولا انا انت بس مسمي حريم ابو سليم عشان ابنك اسمه سليم اسمه سليم فتمام فجيب كير في النص واحنا اول ما وصلنا قال لي انا بكير صحاب جدا قال لي يا كوكو واحنا هنعمل ايه قلت له مصحف ما اعرف قال لي يعني ايه قلت له احنا بص حريم ابو سليم يعني البرنامج كله ستات طيب قال لي وبعدين قلت له هنجيب 30 ست كل حلقه ست ونقعد نتكلم قال لي في ايه في ولا حاجة قعدنا واتكلمنا والدنيا لطيفة وحتى الراجل كان المعد على الإيربيس بيقول لي الكلمتين اللطاف وانا ادي رياكشن لو انا صايع قوي وعارف وحافظك وطبعا انا مفيش حاجة اصلا يعني انا مش سامعك اصلا انت بتتكلم رهيب والبرنامج طلع لطيف والناس مبسوطة بس ما بضايقش بقى حد من الناس يعني ما تقولش حاجة ايوه ولا اجي على حد فاقرص عليها فحتى المعد عايز يعمل بنطة فيقول لي قول لها كذا فيحرج اقول له مش هقول انا كده تقول احنا جايين نتبسط ونعمل سنس عشان متربي في مدرسه طارق نور اساسا انا ما بحبش اضايق حد بس والله انا متضايق قوي ان انا طلعت في شنك كده ما تذاكريش عمال اقول له البتاع ما تذاكريش بعد كده انت سيبيها على الله والله العظيم ما ذاكرت انا فاكره البرنامج ما انا كنت بقعد ابص عليك انت قاعد مره علا رامي مره يسرى مره منا مره الاقيك بتتلون مع كل بصي اقول لك على حاجه لا يعني لو نتكلم بجد فعلا اكيد طبعا كل شخصيه بتقعد قدامك اكيد انت بتعرفي تروحي فين معاها يعني بسبب شخصيتها يعني مثلا طبعا يسرى العسل طبعا انا اللي كلمتها بصراحه وطلبت منها لان يسرى تشرف اي حد طبعا وانه يجي لك في البرنامج يسرى دي حاجه كبيره طبعا فلما كلمت يسرى قلت لها يسرى انا بعمل كذا 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 ينفع قالت لي حبيبي البس ايه قلت لها فعلا قالت لي جايه لك يا روح جت عملت حلقه من احلى الحلقات اللي عملها في البرنامج ده اللي هي بعد كده خلت البرنامج الناس تتشافه صحيح يعني تشوفه عملنا حلقه حتى طلعت حلقتين فعملوها حلقتين عارفه اي حاجه فيها ستات بتتشاف طبعا يعني وفيها رجاله حلوه يلا بس انا احب اعرف بقى الرجاله الحلوه بتعرف تطبخ؟ والله العظيم انا عندي مطعم ما تطلعنيش بلالص عندي مطعم عندك مطعم؟ والله انا دايما كنت بحب بقى اقعد جوه المطبخ اقعد ابص على الشيفات دي بتعمل ايه فتعلمت كده شويه حاجات يعني الله إذن فأنا هسبل دلوقتي بقى تاني لأن باشا مصر ممكن يطبخ لي صح؟ طبعا يا سلام أعمل لك أحلى مكرونة دلوقتي لو النبي مع فردة اسكالوب كده في الهادي أحلى مكرونة مع فردة اسكالوب في الهادي يا بنات المراهقات زمان يلا يلا عشان باشا مصر هيطبخ لنا يلا يا حبيبي قوم بينا على المطبخ يلا بينا يلا مين فينا ما بيقلقش من بكرة ولما تكون نجم وفنان الخوف من بكرة بيبقى هاجس مش حيالله قلق والأكيد إن تجارب كتير لنجوم كانوا زي الشموس في عزهم والزمن لعب معاهم لعبته تخوف أي عاقل قم كتير من أهل الفن قرروا يأمنوا بكرة بطريقتهم اللي قرر يدخل بزنس المطاعم والكافي شوب والنوادي الصحية
زي عمرو يوسف ومحمد رياض وحسن الرداد وأحمد عز، أو اتجهوا للي بيفهموا فيه مثلاً زي الإنتاج الفني ومنهم حلمي وإلهام شاهين، أو زي سمية الخشاب وعبير صبري اللي اتجهوا لبزنس الجمال والموضة والفاشن، والسقة وحورية فرغالي اللي استثمروا في الفروسية، وغيرهم وغيرهم كتير بيدوروا بس على حيطة تسندهم ساعة الزمن ما يميل.